أخبروهم حتى لا تنقطع. حينما وضعت الحرب أوزارها في معركة بدر كان هناك أسرى من ضمنهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدوا وثاقه في ساحة المعركة. وفي تلك الليلة سهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينم، فقالوا: ما يسهرك يا نبي الله؟ قال: أنين العباس عندئذ أرخوا من وثاقه وجميع الأسرى. سبحان الله، لم تغمض له عين صلى الله عليه وسلم من أنين عمه، وهو خارج مع صناديد قريش يريدون إبادة المسلمين، ومع ذلك لم ينم لألم عمه. ماذا نقول لهؤلاء الذين يقطعون ويهجرون أعمامهم وأبناء أعمامهم لأتفه الأسباب كسوء الفهم وتفسير تصرف ما أو إرخاء المسامع لنفخة الكير، وبعدها يرفع شعار الأقارب عقارب، كذب وافتراء وقطيعة للأرحام، الأقربون أولى بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ أخبروا أولادكم أن العم أب، وأن العمة قلب، وأن الخال عز، وأن الخالة أم. أخبروهم أن لا حب يعادل حب العائلة. لا تغرسوا في أبنائكم الحقد والكره وقطيعة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله.